لسه مكملين مع حضراتكم ومهرجان العالمين في نسخته الاولى، وموجودين معاكم دايما من الحفلات الغنائيه اللي مكسره الدنيا والناس بتستناها. والنهارده احنا موجود معانا واحده من اهم الفرق الموسيقيه في مصر والوطن العربي. الحقيقه ان هم دماغهم مختلفه وحلوه، لونهم الموسيقي خاص بيهم جدا جدا، اغانيهم مكسره الدنيا من اول رايتك معايا وحاوي وصباحك وكل الاغاني التراثيه كمان اللي غنوها لسيد درويش وكسرت الدنيا. رحبوا معايا بالفرقة الموسيقية مسار إجباري، أهلا بيكم نورنا. أهلا بيكم. أهلا بيكم. يعني عايزة أعرف انطباعاتكم بداية كده عن العالمين أول ما وصلتوا، شايفين إيه اللي اختلف في المدينة، وانطباعاتكم كمان عن مهرجان العالمين في نسخته الأولى، وإزاي ممكن المهرجانات الغنائية دي تخدم وجهات سياحية جديدة زي العالمين. هو أنا كنت جيت العالمين السنة اللي فاتت، كانت يعني مش هقولك ربع ده، كانت يمكن 1/10 من ده. دلوقتي بقت مدينة، مدينة قائمة طبعا بحرها الفظيع يعني، فاحنا لا أنا منبهر يعني بالعمار اللي حاصل، وأتمنى الناس انها تكمل ده وتحافظ عليه يعني كويس يعني. هاني، انت طبعا هاني الدقاق المغني الخاص بمسار إجباري، يعني عايزة كمان أعرف قيمة الحفلة بالنسبة لكم النهاردة ايه، وانا متأكدة ان انتوا على مر السنين اللي فاتت، احنا بنتكلم في 19 سنة تقريبا، كنتوا حريصين ان انتوا توصلوا للناس، حتى في كورونا كنتوا بتعملوا حفلات. احكي لي كده عن الاجواء النهاردة، وانا مبسوطة ان انا معاكم باك ستيج وبتحضروا في كواليس الحفل. بس فكرة ان احنا بنلعب حفلة في الساحل الشمالي دي بتفكرنا بايام العجمي زمان لما كان عمرو دياب، انت اصلا خماسي اسكندراني يعني. احنا اسكندرانية، فكان ده بيفكرنا جدا بعمرو دياب لما كان بيجي يلعب في العجمي. وسعداء ان ستيج لذيذ زي ده، وان ناس تبقى موجودة وتسمعنا هنا في الساحل الشمالي وفي مكان سياحي ولذيذ. لا مبسوطين جدا يعني، اتمنى الحفلة تطلع حلوة ان شاء الله. والحفلة اعتقد يعني يمكن سولد اوت، الناس كلها بتتكلم على الموضوع ده. صيام، عايز اعرف رايك. احنا تعرف الناس بنفسك. انا صيام، ودورك في الفرقة. انا محمود صيام، الجيتارست مسار إجباري. احنا الخبر بتاع سولد اوت ده بسطنا جدا جدا بصراحة. وبصي، حفلة الحفلة كمان يعني اي حفلة بتحضر لها كويس على السكيل ده وعلى الحجم ده، زي ما انت شايف الستيج والمساحة كده كده بنبقى اكسايتد. حفلة في الساحل الشمالي انا معاني جدا، عشان انا دفعته عجماوي قديم كنا بنقولها كده يعني. طبعا احنا خمسة اسكندرانية، فحفلة في الساحل دي بالنسبة لنا كأنها حفلة في اسكندرية يعني. فكده كده ليها طعم، ولما بنيجي نشوف تحضيرات وحاجة بالمنظر ده يعني بنبقى متحمسين اكتر. فان شاء الله حفلة حلوة والناس كلها تتبسط ان شاء الله. منتظرين طبعا. ايمن، عايز اعرف استعداداتك للحفلة، وفاكر اول مرة طلعتوا فيها على المسرح من كام سنة ودلوقتي الاختلاف، واحساسكم كل مرة بيبقى عامل ازاي؟ طبعا فاكر اول مرة طلعنا، من كان 2004 تقريبا. اول مره نطلع مع بعض، قبل كده كنا بنعمل حاجات مختلفه، كانت لسه متهيالي ما بقاش اسمها مسار اجباري في 2004. بالظبط، يمكن ابتدينا في 2004 مسار اجباري، كانت حفله كبيره، وبعدها بقى ابتدينا السلم من اوله بقى لحد ما وصلنا لحد هنا. الموضوع بالنسبه لنا طبعا مبهر جدا، مكان زي ده في مدينه سياحيه زي هنا. احنا يمكن من شهر كنا في مهرجان حمامات في تونس. حابين قوي فكره ان مهرجان في مكان سياحي معمول للناس عشان تيجي تنبسط، فمبسوطين بقى موجود في مصر، ده يمكن ما كانش موجود قبل كده خالص. انتوا ليكم مهرجانات في الوطن العربي وكمان في فرنسا وفي دول كتير بره مصر، ودايما حريصين على المشاركه في كل المهرجانات. مع الناس اسكندرانيه، فاحنا من زمان كان عندنا فكره العلاقات مع الثقافات التانية، ان احنا نجرب حاجات وكده، فمن زمان واحنا بنركز في ان احنا نلف بالمزيكا بتاعتنا. طيب حافظ، عايز اسمع يعني احساسك النهارده بالحفله واستعداداتك للحفله. هو فعلا لما ابتدينا ما كانش فيه حفلات بالضخامه دي، احنا كنا زمان بنشوف مثلا فيديوز لفرق كبيره زي بينك فلويد او يعني فرق ناس تانية. كتير بتشبهكم ببينك فلويد، انتوا متاثرين بيهم؟ كلنا من الفرق اللي احنا كلنا مجمعين عليها يعني. فكنا بنشوف حفلات بالضخامه ديت، بالاستعدادات دي، بعدد الجمهور الكبير. تدريجيا الموضوع ده بقى يحصل. هو الموضوع بس مش موسيقى بس، كمان الموضوع ليه علاقه بالناس بتوع الصوت وبتوع الاضاءه، بتوع بنا الستيج، بتوع الفنيين وبتوع التصوير. موضوع يعني صناعه خلايا نحل بصراحه بتشتغل في مهرجان العالمين يعني. بالزبط. وبنشوف ده في الانتاج المبهر للحفله بالنهايه، جايز احنا اللي بنبقى او احنا عموما اللي بيأدوا بيبقى هم دول اللي في الصوره، انا بس ورا كده بيبقى في ناس كتير شغاله، وكل الموضوع نفسه اتطور بشكل كبير على مدار سنين، وشاهدناه وهو بيتطور، ومبسوطين ان في حفلات بالحجم ده يعني. توسي، عايزه اعرف منك بدايه الحلم بتاع مسار إجباري كان عامل ازاي، وانتوا كنتوا كل واحد فيكم بيشتغل ايه اصلا يعني، هو موضوع الموسيقى ده جه ازاي؟ كلنا كنا بنشتغل حاجات تانية. هاني كمهندس معماري،
ده عملتها ازاي دي؟ اقنعت الاهل ازاي؟ بالعافيه والله. صيام كان راجل دكتور في الجامعه بيعذب الطلبه بتاعته ما شاء الله. جيب لهم امتحانات صعبه وكده. ايوه كان شغال في البترول. وحافظ كان مدير. هو كله كان وانتوا سبتوا كل حاجه وبقيتوا مع المزيكا. احنا فول تايم مسار اجباري خلاص. وانا كنت ضابط لفتره من حياتي طويله. تمام يا فندم. هو كان سيبك للاخر وقال لي يعرف الناس كلها وسيبها لك في الاخر. فطبعا هو كان حلم كمان ان احنا يبقى عندنا بتالي كلنا يعني ونحن صغيرين كان عندنا حلم بتاع الستيج اللي شبه كده الكبير بالاضاءه دي بالتاورز دي بكل الامكانيات الكبيره اللي موجوده هنا بالشمس دي بالحر بالشمس ده. احنا الجو عندنا ما بقاش ليه مثيل وبقى حلو كمان. الجو النهارده لطيف الجو الاسبوع ده حلو درجه الحراره انخفضت شويه خصوصا مع اللي بيحصل في العالم. ارحم لا ارحم من الاسبوع اللي فات. ارحم من الاسبوع اللي فات الحمد لله. فهو كان الحلم ان احنا نبقى واقفين على يعني بالسيت اب ده وبالامكانيات دي وبالاضاءه دي وبالصوت ده. فالحمد لله ان هو اتحقق يعني اتحقق من بدري شويه بس برضو الامكانيات كل شويه يعني الاستيجات كمان في مصر كل شويه بتتطور والاجهزه والعده بتتطور وكمان الناس اللي بتبروديوس حاجات زي دي الجهات اللي داخله في البرودكشن بتاعت حاجات زي دي بقت بتحاول تعمل حاجه كويسه. انتوا بتفضلوا ان انتوا تشتغلوا على البوم مره واحده وتنزلوه ولا دلوقتي السوق الموسيقي بقى رايح للاغاني السنجل كل شويه اغنيه تنزل كمان الاغاني الايقاعيه الناس بقت حتى المطربين اللي ما كانوش بيغنوا اللون ده من الاغاني بقوا بيغنوه تختاروا ازاي الاغاني اللي المفروض تنزلوا بيها؟ بص في اوقات بتبقى فتره معينه من الزمن بيطلع فيها 3 4 اغاني او مجموعه اغاني دي ساعتها بنسميها البوم واوقات كتير قوي بيجي لك الهام تعملي اغنيه معينه وبيبقى مشروع كامل على بعضه بتنزليها سنجل فاحنا بنحب الاثنين الحقيقه بنحب نعمل حاجات سنجل وبنعمل فكره الالبوم اوقات بنبقى بنفضل فكره الالبوم اللي كله مرتبط ببعضه والاغاني كلها بتطلعك لحته واحده يبقى فلسفي شويه كده بنفضل اوقات الموضوع ده بس اللي جاي غالبا هنعمله بالشكل ده ان هو البوم مرتبط ببعضه. الاغاني التراثيه وانتوا لما غنيتوا انا هويت لسيد درويش كسرت الدنيا اختيار اللون ده من الاغاني ان انتوا تقدموه بطريقه الروك والجاز والموسيقى المختلفه بتحيي التراث بالنسبه للاجيال اللي ما بيسمعش سيد درويش هيسمعه من مسار اجباري. ازاي بتجيلكوا الافكار دي وعندكم استعداد ان انتوا تفضلوا مكملين في الشكل ده؟ طبعا عايزين نكمل في الشكل ده. اولا هو السيد درويش ده لوحده موضوع كبير قوي فاغانيه عايشه هو الراجل اغانيه عايشه احنا يمكن كل اللي احنا عملناه ان احنا غنيناها بالطريقه اللي احنا سمعناها في المزيكا فعمل الميكس سواء الناس حبيته او الناس ما حبيتوش بس قصدي ميكس معين مختلف يعني. سيد درويش احنا لو لعبنا كل اغانيه هتبقى مناسبه للعصر ده الناس هتتبسط بيها جدا سواء كلحن سواء ككلمات فلا احنا لسه في كتير سيد درويش ان شاء الله هنعمله يعني انا عايزه حاجه اكسكلوسيف في اللي جاي ايه الجديد والنهارده محضرين ايه في الحفل النهارده هنلعب لهم الالبوم الجديد اللي هو يعني في اغنيه تقريبا ما اتلعبتش قبل كده خالص غير فدي هتبقى اول حفله فيها تتلعب هتبقى مفاجاه الحفل النهارده ان شاء الله اسمها ايه طب الاغنيه اسمها بس اسف اسمها سحر بس لا محضرين شويه اغاني لذيذه اسكندرانيه صعبين وهنلعب شويه اغاني مش عارف اخد منهم الاجابات هنلعب شويه اغاني من القديم عشان تبقى مفاجاه حلوه عشان تتبسطي بيها وهنلعب شويه الناس اصلا اتعودت انه في حفلات مهرجان العالمين دايما في مفاجآت وبتبقوا محضرين مفاجآت فهتكون منتظره منكم النهارده مفاجآت لا ان شاء الله هنفاجئهم النهارده نعمل حفله حلوه ان شاء الله ان شاء الله جود لك وانا مش عايزه اقعدكم في الشمس اكتر من كده بس انا عايزه اختم معاك يا هيني تختم لنا بحاجه صباحك تختم لنا بتقع وتقوم صباحك ضحكه بتسكر ساعات الجايه من يومي صباحك عين بتختار لي بذوقها الحلو في هدومي تدوم الضحكه دي ويدوم وجودك كل اول يوم لان الشمس مش بتقوم لا بتقوم والله حبيبتي
قبل ما تقومي. ميرسي اسعدتونا وجود لك، واحنا استناكم على ستيج ان شاء الله تكسر الدنيا. مسار اجباري النهارده في حفل العالمين، في مهرجان العالمين في نسخته الاولى، استنوهم ان شاء الله حفله قويه جدا وهتكسر الدنيا. شكرا جزيلا. شكرا. باي.